طيب كيفية التيمم عند الشافعية؟ كيفية التيمم عند الشافعية أن يضرب، يفرق أصابعه ويضرب على الأرض ضربة ثم ينفضها نفضا يسيرا، وبعد ذلك كيف يمسح؟ يأتي بأطراف الأصابع الأربعة، يأتي هكذا يفرق الأصابع ثم يبدأ من ظاهر اليد ويمر بها إلى المرفق حتى ينتهي إلى المرفق، ثم يأتي بباطن اليد ويرفع الإبهام هكذا ويمر بها من أسفل اليد، ثم يمسح ظاهر الإبهام اليمنى بباطن اليسرى هكذا، ثم يأتي إلى اليد الإيه؟ ثم يأتي إلى اليد اليسرى ويمر بيده اليمنى هكذا على ظاهر اليد، ثم بباطن اليد اليمنى، ثم يفعل هكذا مرة أخرى. كيفية التيمم عند الشافعي؟ يأتي على الصعيد تراب الطهور ويضرب أولا ضربة خفيفة ثم ينفض نفضا يسيرا، بعد كده يعمل إيه؟ يأتي بيده اليسرى أطراف أصابعه فقط والإبهام بعيدة، ثم يمر بيده اليسرى على ظاهر اليد اليمنى، ثم يفعل هكذا وبباطن اليد اليسرى تحت اليمنى حتى ينتهي إلى الكف، ثم يمسح بباطن اليد اليسرى على ظاهر اليد اليمنى هكذا، ثم يأتي لليد الأخرى هكذا، يعمل كده أهو، يعمل كده، ثم بعد ذلك يضرب ضربة أخرى ويمسح إيه؟ ويمسح وجهه.